J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, tu connais prier, le sahha wa salama, ya Rabbi. La vidéo, هذه هي مني الكامل العرايس الكامل اللي رايحين عندهم خطبه ولا عندهم مناسبه ولا عندهم جو سي با اون فيت ولا انا نسميكم كاع نساء عرايس نساء كلهم عرايس تكوني 40 سنه تكوني 50 سنه انت عروسه واذا اهتميتي بنفسك رايحه تبقاي دائما عروسه. قبل ما نبدا هذا الفيديو حبيباتي نتمنى انكم ديروا لي لايك ولاول مره تشوف لي فيديو تاعي ولا لاول مره تدخل في القناه تاعي دير لي سبسكرايب اللي هي اضافه باللغه العربيه واجوتي باللغه الفرنسيه. فوالا بور كومونسي لا فيديو. هاد الوصفه خطيره وتعرفوني كي نقول لكم حاجه خطيره خطيره اللي نبغيها خطيره. نسيت الاغنيه هادي مو مع علينا. البنات العروسه واش تحتاج؟ تحتاج اشراقه، تحتاج لمعان، تحتاج هذيك التصبغات تروح، التجاعيد. ويلا كانت راه انا في عمري 23 سنه عندي هذوك لهنا التجاعيد، علاش؟ بس كنهار كامل وانا نهار كامل وانا نضحك. ما الضحك يديروا لك هذوك الخطوط هنا، سي نورمال. دونك جبت لك واحد الماسك خطير. هاد الماسك عندك دراهم ما عندكش دراهم، فقيره غنيه انسانه عاديه رايحه تقدري ديري هاد الماسك، ولا ما درتيش نخرج لك على ليكرون وبالكلاكيت عاد ترمي. تو ما كومبري؟ كتبي لي في الكومنتار كو فو مافي كومبري، كتبوا لي بلي فهمنا. فوالا ما ديروش هاد الماسك الكلاكيت عاد ترمي. والله جربوه، اقسم بالله جربوه. تعرفوني كي نقول لكم حاجه خطيره. المهم البنات واش رايحين نحتاجو في هاد الوصفه؟ رايحين نحتاجو مكونين. المكون الاول رخيص، تقدري تشري ب10000. شكون ما عندوش 10000 درك في البلاد؟ 10000 كيفاش تفليكسي الكونيكسيون؟ ما عباليش 200000 و10000 ما عندكش. 10000 هزيها وروحي بها للعشاب ولا العطار، قول له اعطيني العرعار. هذا هو، فوالا هذا هو العرعار. يوم طيحته كامل، ها اسنا نقرب لكم. هذا هو العرعار اللي ما يخلي عار، هذا هو يا البنات. المهم رايحين نحتاجو العرعار ورايحين نحتاجو الباطا تاع ياوخت ناتشور. هذاك الياوخت الناتشور اللي ما فيهش السكر لاماس لاص، هذاك اللي ما ناكلوش انا برحمه الوالدين. هاي هذاك الياوخت لاماس عرفتوه، راه ارخص واحد في الشيء غير باسكو ما فيهش السكر. هذاك اللي يشريوه يخلطوا معاه السكر. المهم هذاك الياوخت الناتشور، الياوخت المسوس، تشري باطا ياوخت وتشري شويه عرعار، تقول له اعطيني ب 10000 عرعار يعطيك. البنات العرعار راه عنده وصفات عديده ومتعدده، منها طرد الطاقه السلبيه، منها تفوسيخه. إلا حبيتو تفوسيخة قولي لي في الكومنتار نحطها لكم. وفيه وصفات تاع الشعر خطيرة، أني قاعدة نجربها حتى نكمل نجربها نشوف النتيجة باش نعطيها لكم. المهم خلينا في هاد الوصفة اللي قلت لكم نضارة من نهار الأول. نضارة سختو ولا داومتيها كل يوم باغ اكزومبل، بقى على عرسك 15 جوغ ولا 20 جوغ، داوميها كل يوم، كل يوم داوميها. فوالا مهم واش رايحين نديرو في هاد الوصفه البنات. انا ما عنديش الياوخت ولكن رايحه نحاول نوصل يعني نشرح لكم الوصفه بالتفصيل. ما عنديش الياوخت، تفضلي شريت قداه 6 كعبات درت بيهم 6 ايام والسلام عليكم، باسكو الباطا كي تحلوها ما تنجموش تستخدموها مره واحده اخرى، دونك استخدام واحد ديكو نحل نخدم ليا ونطيش الباقي. سي كامسا ننصحكم الباطا اللي تشريوها تاع الياوخت المسوس ديرو بزاف، وديري لامك معاك ماسك، ديري لاختك، ما تكونيش بخيله. ما علينا نخرجوا شويه على العرعار. واش نديروا الى عندنا الشمس في الطاقه ولا في السطح ولا مزيان؟ ما عندناش الشمس نسخنوا الفور، لو فور تاعنا نسخنوه بيان، يسخن 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 مليح، بعد نحطو شويه عرعار الكميه اللي راح نحتاجوها، نطفيو على الفوخ، طفي عليه ويبقى هكاك سخون. كي يبقى سخون تحطي واحد البلاك فيه شويه عرعار، تدخليه غير هكا يسخن شوي وخرجيه باش يجيك سهل في الطحن. ما تشريش العرعار مطحون، اشري العرعار اعواد
باش تستفادي منه اكثر. فوالا الطريقه الاولى، سواء انك تسخني الفور وتطفي عليه يبقى هكاك سخون، تحطي فيه بلا وتحطي شويه هذا يدفى وتخرجيه، سواء انك تحطي شويه فصحى وتحطي تحت الشمس 3 سوايع 4 سوايع اللي كاين، ومن بعد تحت العرعر تاعك. عندك مهراس هرسي بالمهراس، ما عندكش بالمهراس، ما عندكش مهراس، هاي الناس كل عندها لي غوبو في الدار، شعلوا عليه في الروبو يفترحا. وجدلنا العرعار، واش ندير؟ ما نقولكمش احكمي مغرف وزوز مغارف، الكميه اللي تحبها، ولكن لازم لا تيكستور يعني الخليط يكون كيما لي كريم اللي نحطوهم في الوجه، ما يكونش يابس. فوالا تحطي هذاك العرعار المطحون وتزيدي تحطي الياوغت الناتشور تاعك، تخلطيهم مليح مع بعضهم. شوفوا العرعار ما تخافوش راه ما يتطحنش بودغ بودغ بودغ، راه يبقاو فيه شويه حبيبات نحتاجوهم. تخلطوا هذاك العرعار المطحون مع الياوغت هذاك الناتشور، تحط شوفي قبل ما تحطي لي اي ماسك يعيشك، اغسلي وجهك بالصابون تاع الطرف، اغسلي وجهك اغسلي وجهك ونشفيه. فوالا تحطي الماسك بعد ما غسلتي وجهك ونشفتيه، تحطيه وتخليه 15 à 20 minutes، 15-20 دقيقة في وجهك. بعد قبل ما تغسليها يما تحكمي بطريقة دائرية وتقومي، شوفوا الماسك هبطو حتى لهنا، نحتاجكم تهبطو حتى للرقبة، باش حتى الرقبة نحتاجها نضيفة، هبطو الماسك حتى لهنا. احكمي حكي حكي بطريقة دائرية، حكي حكي لني كلش، وروحي اغسلي وجهك بالماء بارد وحطي لك كريمي دغاتون تاعك وادعيلي. بس شوفي ولا درتي انت وياها هاد الماسك وما رجعتوليش في لي كومونتير قلتولي النتيجه بالكلاكيت على الترمي، نموت عليكم. والبنات والله 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 راه هاد الماسك رهيب، خطير خطير، وتعرفوني كي نقول لكم حاجه خطيره، دونك جربوا. كيما قلت لكم البطة تاع الياوخت ما تفزدوش، استخدموها كامله باسكو ما تقدروش تستخدموها دو فوا، ولا حليتوها صايي اعملوا كميه ملاحه، عملي ليك راجلك، ما عندكش راجل، امك خوك اختك تهلاي فيهم. قولكم نحبكم البنات، ما تنساوش تديروا لي لايك، راه لي لايك ما نخلصوش عليهم يا عباد الله في اليوتيوب، راه تشجعوني بيهم ونفرح كي نشوف لي فيديو تاعي عاجبينكم. و بوركو با تخليو لي دي كومونتير تقولوا لي واش حابين ندير لكم، وراني هنا. فوالا نقول لكم لاف يو اول، ونحبكم موت عليكم حبيباتي عميراتي، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.